خلينا نروح ننتقل سريعا كده قبل ما نروح للمنتخب، نتكلم عن النادي الاهلي. شفت النادي الاهلي ازاي من بعد كاس العالم لغايه دلوقتي؟ يعني من بعد كاس العالم النادي الاهلي، من بعد كاس العالم للانديه، يعني النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه تقريبا، وما بين الثلاث اليوم اللي بيلعب فيه واليوم اللي بيعمل فيه سفريه سواء جوه مصر او بره مصر. فشفت اداء النادي الاهلي ازاي لغايه مباراته الاخيره امام المريخ واللي جاي امام الهلال؟ بص يا اسلام، النادي الاهلي يعني يمكن ده قدر اللعيبه، اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يلعب على كل البطولات. اوكي. ولازم يبقى مضغوط، لان مضغوط اوكي، لكن انا بتكلم حتى بدنيا ونفسيا وسفريا وذهنيا واجهاديا كل حاجه. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه وواضحه. اللي مش واخد باله من الكلام ده يبقى يعني مش فير. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه، في حين ان في بعض الفرق المنافسه بتقعد مثلا اسبوع واسبوعين مريحه ومراش حاجه وبتلعب. بالظبط. طب اللعيبه دي بتعمل ايه؟ انا شايف النادي الاهلي في ظل الاجهاد الكبير اللي بيحصل، وخاصه ان عنده اهم لعيبه بتلعب في المنتخب، بتلعب بصفه اساسيه ما بتخرجش من الملعب، زي السوليه، حمدي فتحي، تلاقي الشناوي، الشناوي اشرف، وبصلي، هم اللي بيرجع برضو. دي اعمده راسيه في النادي الاهلي. فبالتالي لا، اللعيب محتاج فتره راحه. وبعدين انت هنا يمكن بتلعب كمان افريقيا، بتسافر سفريات طويله. يعني اخر مباراه بتاعت افريقيا احنا سافرنا انا وانت جنوب افريقيا مع المنتخب 10 ساعات طيران طويله دايركت. طويله طبعا، صعبه جدا. الناس بقى مش واخده بالها من الكلام ده. انت النهارده خلص مباراه وسافر 10 ساعات قاعد في طياره عشان العب مباراه، اكيد بدنيا ليها تاثير وبيبان في الملعب. انا شايف ان النادي الاهلي في ظل الظروف والضغوطات والاجهاد اللي يعني على اللعيبه الفتره اللي فاتت، لا، النادي الاهلي ماشي في كل الامور، ماشي كويس. يعني في الدوري النادي الاهلي الاول وفاضل له مباريات مؤجله. النادي الاهلي في افريقيا في مجموعته ان شاء الله، يعني بنسبه 99% ان شاء الله واكتر ان شاء الله، ان الماتش الجاي انا عندي ثقه كبيره جدا نكسب، هيصعد الدور الثاني. فبالتالي انت كل اللي انت عايزه تقريبا بتحقق. الاداء في يعني مباراة أنا يمكن يعني حابب أنا أقول وجهة نظر إن أقول طبعا. النادي الأهلي قبل مباراة الهلال السعودي في كأس العالم، يمكن اتكلمت تقريبا هنا مع القناة، أنا قلت نفسي النادي الأهلي يبقى ما يبقاش رد فعل، النادي الأهلي ينزل يضغط زي ما كنا بنلعب. لما عمل كده في الهلال كسب. لو عمل كده النادي الأهلي مع كل الفرق، أكلمك بكل أمانة يا إسلام، أنا النهارده ماسك مثلا أي فريق مسكته قدام النادي الأهلي في الدوري الممتاز، ايه اللي انت رقم واحد بتبقى عامل حسابك عليه او قلقان منه؟ قلقان من اول تلت ساعه في المباراه، لان النادي الاهلي لو نزل ضغط عليك في اول تلت ساعه، اللعيب عندك بيبقى قلقان، بيبقى خايف من المباراه، خايف من النادي الاهلي، خايف من اسم النادي الاهلي، خايف من امكانيات النادي الاهلي. فالنادي الاهلي وجهه نظر ان هو لما يبدا المباراه ضاغط على اي فرقه بيخلص المباراه، بيخلص الجيم بدري. وده اللي حصل مع فريق مين؟ الهلال السعودي. أيوه. الاهلي لما بدا ضاغط على الهلال السعودي خلص الجيم. انا نفسي يبقى كده، ان يعني يبقى في ضغط عالي للعيبه لان عنده الامكانيات. هنقول الارهاق والكلام ده مش معنى كده ان انا ابدا المباراه كلها ضاغط عالي، بس اقسم المباراه، بس ابقى نازل من الاول في شراسه. دي كمان بتخلي اللعيب بيخش في الجيم بسرعه. لكن احيانا لما بتيجي الجيم، تيجي الشوط الاول مهدي قوي الامور والكلام ده، ممكن تكسب بلس 90 زي ما بنقول، بس مش كل مره تسلم الجره. بدليل ان احنا الموسم اللي فات في ماتشات في الاخر ما قدرناش ان احنا نخلصها، خسرت الدوري كده. بالظبط. فيعني انا وجهه نظري، الجيل بتاعي والجيل اللي انت لعبت، الجيل يعتبر انت كملت في الجيل اللي ورانا، كنا بننزل نخلص الجيم من الشوط الاول ساعه، نص ساعه بالظبط، من اول ربع ساعه النادي الاهلي مسجل. فانا دي حابب ان هي تبقى موجوده عند يعني اصرار اكتر. لكن الامانه النادي الاهلي ماشي، انا وجهه نظري ماشي كويس جدا في ظل الضغوطات الرهيبه اللي على اللعيبه. لعيبه بتلعب منتخب، بتلعب اساسيين، بتسافر مباريات افريقيا كتيره، بتلعب في الدوري كل يومين ثلاثه ماتش وبتسافر. فلا يعني شايف النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته. حته الـ يعني الاداء والكلام ده، انا عارف عمره ما هيرضينا غير ان النادي الاهلي يكسب مكسب واداء، لكن لازم الناس برضو تستحمل شويه اللعيبه. لما نخش في الادوار ان شاء الله الجايه، ان شاء الله الاهلي هيبقى افضل.